السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعكم أحمد سامي. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيبقى عبارة عن مجموعة من المصطلحات اللي احنا بنستخدمها بشكل مستمر في عالم الإنترنت، وبالأخص لما تشتغل على السيرفر سايد مثلا، وتبقى في عندك كونكت على السيرفر، وإن أنت بتشتغل ويب أبليكيشن على سبيل المثال. هتسمع مجموعة مصطلحات باستمرار، لو أنت أول مرة تسمعهم او سمعتهم قبل كده فاحنا هندردش فيهم وهنعرفهم بشكل سريع مش بتفاصيل دقيقة، يعني مش هنتعمق في تفاصيلها. هنشرح بس الفكرة العامة لكل مصطلح، وانت بعد كده مهمتك ان انت تبحث على التفاصيل المهمة. تمام، هنبدأ بأول مصطلح كلنا بنسمعه، سيرفر. كلنا بنسمع كلمة سيرفر سيرفر سيرفر. ايه هو السيرفر؟ بالانجليزي زي ما انت شايف انه بيقول عبارة عن هو كمبيوتر او برنامج على كمبيوتر او جهاز. الجهاز ده بيقدم لك مجموعة خدمات من خلال برنامج انت بتستخدمه او الاجهزة اللي انت بتستخدمها. والسيرفر بيستخدم بوجه عام عشان يهندل موضوع ريسورسز. الريسورسز دي ممكن تبقى عبارة عن صفحة ويب HTML مثلا، صور، فايل، اوبجكت، على حسب نوع الريكوست اللي انت بعته للسيرفر. السيرفر بيستقبل من الكلاينت حاجة اسمها ريكوست، طلب ان هو عايز شيء معين، وبعد كده هو السيرفر بيبص ويتأكد ان هل الطلب ده موجود ولا لا. لو الطلب ده موجود هيطلعه وهيبعته لك في هيئة ريسبونس، لو مش موجود هيبعت لك ايرور بيتسمى 404 ان انت عندك الطلب ده مش موجود. وده بيبقى الشكل العام، عندك ادي الكلاينت وعندك ادي السيرفر. الكلاينت بيبعت ريكوست، السيرفر بيرد عليه بريسبونس. بس احنا ابسط حاجة ممكن نفهم بها السيرفر هي على سبيل المثال مطعم وعامل ديليفري. انت بتتصل بالمطعم، انت كلاينت بتتصل بالمطعم، كده انت بتعمل اوردر، بتعمل ريكوست. المطعم هو عبارة على ان السيرفر بيرد عليك بيقول لك ايوه يا فندم الطلب بتاعك موجود عندي وجاهز، بيبعته لك في خلال ريسبونس. يعني ده بشكل سريع. طب هنخش بعد كده على حاجة تانية، ايه هو الكلاينت في عالم البرمجة؟ الكلاينت في البروجرامينج هو عبارة عن سوفت وير بروجرام، وده مش هيفرق. سوفت وير بروجرام ممكن يبقى ديسكتوب ابلكيشن، ممكن يبقى ويب سايت، ممكن يبقى تليفون ابلكيشن، فهي مش تفرق كتير. هو ايه هو الكلاينت؟ الكلاينت فكرته ان هو برنامج انت بتستخدمه علشان تبعت طلب للسيرفر فالسيرفر يرد عليك ب ريسبونس. ده بالنسبة للكلاينت. هنخش بعد كده على الهوست. الهوست هو عبارة عن جهاز انت بتحط عليه الريسورسز بتاعتك. الريسورسز دي ممكن تبقى الويب ابلكيشن اللي انت عامله، ممكن تبقى فايل، ممكن تبقى صور، ممكن تبقى اغاني، ممكن تبقى افلام. فهو الهوست عبارة عن زي كمبيوتر، كمبيوتر كده انت بتستخدمه كهوست. انت ممكن تستخدم حاجة اسمها لوكال هوست بعد كده، اللي هو بيبقى عبارة عن الجهاز بتاعك نفسه انت بتحوله للوكال هوست. كل الملفات اللي عندك انت بتشيرها مع الاخرين، اصبحت انت في حد ذاتك لوكال هوست. اللوكال هوست لو احنا نستخدم نفس اللي هو المثال بتاع المطعم، فتقدر تقول ان اللوكال هوست هو المطعم نفسه، وهو بيعمل هوست لكل المأكولات اللي جواه. فالمأكولات اللي جواه دي الريسورسز اللي انت بتطلبها. بعد الهوست بنخش عندنا حاجة اسمها اي بي ادرس. فكرة الاي بي ادرس هي عبارة عن ايه؟ ممكن الاي بي ادرس بواجه يعني كمصطلح في عالم الكمبيوتر زي ما انت شايف بالانجليزي، هو عبارة عن numerical label، يعني رقم انت بتديله لكل جهاز متوصل بكمبيوتر نتورك بشبكة معينة بيستخدم بروتوكول للاتصال. وده شكل الاي بي بيبقى بالمنظر ده زي ما انت شايف، حاجة زي كده. احنا مش هنتعمق في التفاصيل بتاعته، سواء ان هو 32 بت او IPv4، تقدر تدور عليه وتقدر تعرف الفيرجنات الموجودة سواء فيرجن 4 او فيرجن 6. تمام، فكل جهاز بيبقى ليه اي بي. نقدر نشوف الاي بي ده بشكل تاني خالص، ان هو عبارة عن عنوان المبنى. تقدر تقول بشكل مبسط ان انت عندك لكل مبنى في شارع معين
اي بي، علشان بعد كده احنا نخش على حاجة اسمها بورت. البورت هو عبارة عن مكان انت بتبعت فيه المعلومات وبتستقبل منه المعلومات. تقدر تقول حاجة كده زي رقم الشقة، بما ان انت الاي بي ادرس انت بتستخدمه كهو عنوان المبنى، فانت بتستخدم البورت هو رقم الشقة، فانت عايز تقول الشقة رقم كام مثلا، هو البورت رقم كام. فالبورت على سبيل المثال اللي احنا بنستخدمه، احنا بنستخدم حاجة زي مثلا لما بتيجي تتصل بالسيرفر بتستخدم بورت 8080، ده اللوكال هوست بتاعك والبورت اللي انت بتشتغل عليه. فموضوع البورت والاي بي ادرس هم متصلين ببعض، ان الاي بي ادرس هو عبارة عن المبنى، والبورت تقريبا شبه شقة جوه المبنى اللي انت بتشتغل عليه. في احنا عندنا في ليست من البورتس محجوزة لخدمات معينة، على سبيل المثال لوكال هوست 8080، في الاباتشي سيرفر برضه بيشتغل على 80 وهنخش عليها. في بعد كده عندك ال HTTP هايبر تكست ترانسفير بروتوكول، ده عبارة عن مجموعة من الستاندردز اللي بتخلي المستخدم يقدر يتبادل المعلومات مع صفحة الانترنت او مع السيرفر ابليكيشن. على سبيل المثال لو انت عندك ابليكيشن على السيرفر فانت محتاج تتكلم معاه، هتتكلم معاه ازاي؟ فال HTTP ترانسفير بروتوكول ده احنا بنستخدمه ان هو بيحط مجموعة من الستاندرد تعريفات احنا بنستخدمها علشان نقدر نتواصل مع الانترنت، وده بيستخدم البورت في الكوميونيكيشن بتاع الاتش تي بي ادرس 80. هو ستيتلس بروتوكول. ستيتلس مقصود بيها ايه؟ ان انت كل مره بتبعت ريكويست للسيرفر بيعتبر ريكويست جديد خالص، ما بيتعملش حفظ البيانات. لو انت نفس لو انت بتستخدم الكمبيوتر اللي انت قاعد عليه وبعت ريكويست للسيرفر، فانت اول مره هتبعت هيشوف ان الجهاز دوت جهاز اكس، تاني مرة هتبعت هيشوف ان جهاز اكس هو جهاز اكس بس جهاز جديد خالص بالنسبة له، مش نفس الجهاز القديم. فال HTTP بيشتغل بنظام request response protocol، لما بيتصل بالسيرفر client server، فهو ده المستخدم عشان نتصل بالسيرفر. في بعد كده عندك حاجة اسمها ال HTTP session. فكرة ال HTTP session ان بما ان ال HTTP في حد ذاته stateless، فانت بتفتح حاجة اسمها session عشان تسمح لك انك تبعت request و response لفترة معينة. بيبقى في الفترة دي متسجل على السيرفر نفسه رقم ال IP بتاعك، بيروح مع كل request بيتم مراجعته ان هو دوت مثلا رقم معين، رقم السيشن بتاعك. ف السيرفر بيعرف ان ده مش ريكويست جديد ولا حاجة، ده ريكويست من نفس المستخدم. فاحنا عشان نقدر نتغلب على موضوع الستيتلس بتاع السيشن بتاع ال HTTP بنستخدم السيشن. في ال HTTP بيستخدم مجموعة ميثودز احنا بنشتغل عليها، فعندك get post put زي ما نشوفهم delete connect option trace patch، اشهرهم خالص كلنا بنستخدمهم get post put و delete، دول اكتر حاجات. دول بيعادلوا في قاعدة البيانات حاجة اسمها كرود، create read update و delete. يعني get هي عبارة عن read، post هي عبارة عن create، put عبارة عن update، delete عبارة عن delete، مختلفتش. هاد انت بتبعت information و connect و option بتشوف السيرفر في ايه، وتريس بتبدأ تتتبع ريكوست معين، ولكن احنا اكتر شيء بنستخدمهم اول اربعة احنا قلنا عليهم. في برضو عندك ريسبونس، ما انت ال HTTP بيبعت لك ريسبونس على شكل رسالة، بيبعت لك فيها الستاتوس كود. الستاتوس كود دي هي عبارة عن مجموعة من الارقام انت بتعرف من خلالها حالة الريكوست اللي انت بعته وحالة الريسبونس اللي انت استقبلته. يعني اشهرهم واحنا كلنا بنشتغل عليهم اللي هو 200 200، يبقى انت عندك كل تمام وكل زي الفل وكل حاجة شغالة طبيعي. 400 وانت طالع يبقى انت عندك في مشكلة في الريسورسز مش موجودة مثلا. 500 مثلا يبقى انت عندك مشكلة في السيرفر. في بعد كده عندك الهيدر فيلد. الهيدر فيلد دي عبارة عن مجموعة من المعطيات بتجيلك مع الريسبونس، انت بتستخدمها بعد كده على الكلاينت سايت في البراوزر على سبيل المثال، ان انت بتطلع منها بيانات معينة بتبدأ بتعالجها على حسب احتياجك. في المسج بادي دي اوبشنال، ان انت ممكن تبعت في الريسبونس ما تبعتش مسج بادي، ممكن تبعت مثلا جيسون
من غير اول حاجات. في ال HTTPS هو نفس ال HTTP بالظبط، ولكن الفكرة ان هو Secure Data Transmissions، وده اكتر حاجة يعني معظم الوقت بيشتغل في الحاجات اللي فيها بيانات حساسة جدا ومحتاجة انها تكون محمية، فبيبعت دايما ال Request و Response بشكل مشفر. هنخش على الحاجة التانية اللي هي Transmission Control Protocol TCP. في عندك TCP اي بي. هما ليه تي سي بي اي بي؟ لان التي سي بي هو ترانسميشن كنترول بروتوكول، ده البروتوكول اللي هو بيبعت بيه الداتا. اي بي لان هو بيستخدم الرقم الكمبيوتر اللي بيطلع واللي بيروح ليه، فعشان كده بيسموه اي بي. فكره اوردرد ايرور تشيك وديليفري اوف ستريم اوكتتس اللي هو البايتس بتوين ابلكيشنز رانينج اون هوستس كوميونيكيشن فيا ان اي بي نتورك كونكشن استابليش بيفور سنت. الفكره هنا عباره عن ايه؟ ان انت على سبيل المثال يعني بتبعت واحد تقول له روح اتأكد لي ان مثلا المحل ده فيه السلعة الفلانية اللي انا محتاجها، بيروح يتأكد ان هي موجودة، بيرجع يقول لك اه السلعة دي موجودة، بتقوم انت مديله فلوس تقول له خلاص روح اشتريها. ده انت كده متأكد 100% ان السلعة دي انت لقيتها على سبيل المثال. فهي فكرة التي سي بي ان هو بيبعت رسالة بيتأكد ان في كونكشن موجود، خلاص الكونكشن تمام وكله زي الفل مفيش مشاكل، بيبدأ يبعت البيانات اللي موجودة عنده. مش هنخش في التكنيكال ديتيلز ان ده احيانا بيبقى اوفر هيد وان احيانا بياخد وقت. بعد كده هو بيبدأ بقى يقسم بقى البيانات اللي هيبعتها دي على حسب يبعتها ازاي، هو بيتحكم فيها. في بعد كده عندنا التي سي بي، في عندنا يو دي بي برضو يوزر داتا جرام بروتوكول، هو مشابه للتي سي بي بس الفكرة ان هو ما بيعملش اي تأكيد، هو خد اوردر بان هو يبعت هيقوم بعت البيانات، راحت راحت ما راحتش ما راحتش ما بشغلش دماغه. فهو ده الفرق ما بينهم. وهنا الموضوع على حسب انت محتاج تعمل تستخدم مين فيهم، لكن التي سي بي هو اكتر امان وهو ده المستخدم على ما في الاتش تي تي بي. في عندنا كلمة دومين او دومين نيم. فكرة الدومين او الدومين نيم هو اسم الويب سايت اللي انت موجود عندك، فعلشان ما تبقاش انت مضطر انك تكتب كل مرة www دوت بعد كده http 127010 مثلا وتفتكر الرقم ده وصعب عليك تفتكره، لكن من السهل ان انت تفتكر اسم زي لوكال هوست، سهل جدا تفتكره. فانت فكرة الدومين نيم هو عبارة عن اسم مقابل لي اي بي ادرس للويب سايت اللي انت بتتصل بيه. بروتوكول زي ما اتكلمنا عنه قبل كده هو عبارة عن ستاندرد بيستخدم عشان تبادل البيانات على الانترنت، والبروتوكول هي ده مصطلح عام مش ستاندرد معين، بس هو فكرة بروتوكول هو انه بيحدد ستاندرد، فده بيبقى على حسب نوع البروتوكول. HTTP بروتوكول يعني هو ده ستاندرد خاص بال HTTP، TCP IP ده ستاندرد خاص بال TCP IP وهكذا. في عندك SSL Secure Sockets Layer، ده عبارة عن بروتوكول في ان انت تبعت بيه البيانات بشكل مشفر، فده بيحفظ سرية وخصوصية البيانات بتاعتك. في عندنا بعد كده غير ال TCL بالظبط في ال TLS، ده بيستخدم زي الكريبتوغرافيك، ده بروتوكول تاني بيعمل secure communication من خلال انه بيعمل authentication للبيانات، مين بعت البيانات دي بيبدأ يتأكد منها. ال OpenSSL ده عبارة عن open source software احنا بنستخدمه، وعلشان هو بيعمل implement يعني هو بيستخدم ال SSL وال TLS اللي احنا استخدمناهم عشان يتواصل في ارسال بيانات بشكل سري على الانترنت. في عندنا بروكسي. ايه فكرة بروكسي؟ بروكسي عبارة عن كمبيوتر سيرفر زي ما انت شايف او بروجرام بيفصل اللوكال نتورك على الاوتسايد نتوركس، وهيسهل لنا الموضوع اكتر لما نعرف حاجة اسمها بروكسي سيرفر. بروكسي سيرفر فكرته ان هو بيبقى انت عندك كمبيوتر هو اللي متصل بالانترنت وهو اللي عنده الاي بي الخاص بيه. انت كل اللي انت بتعمله انت ما بتتصلش بالانترنت، انت بتتصل بالكمبيوتر ده وبتقول له انا عايز صفحة الانترنت الفلانية. البروكسي بيبص في الهاردوير في الهارد درايف مثلا بتاعه، لو الصفحة دي موجودة بيبعتها لك،
لأنها بيستخدم الكاش، بيكاش كل الصفحة اللي بيستخدمها زي ما انت شايف بالإنجليزي مكتوبة، وده بيسمح للمستخدم ان تاني مرة لما يطلب يبقى الموضوع فيه سرعة. فهو انت لما بتطلب منه صفحة لو هي موجودة هيبعتها لك، لو مش موجودة هيبقى هو طالع على الانترنت من خلال اسم الصفحة اللي انت كتبتها، الدومين بتاع الصفحة، هيجيب الصفحة دي يعمل لها كاش عنده ويبعتها لك عشان المرة الجاية تلاقيها جاهزة موجودة عنده. في عندنا ال VPN، ال Virtual Private Network. VPN دي كلنا يعني الناس كتير جدا بتسمع بيقول لك يا عم اتصل بالنت من خلال VPN اسهل لك. ال VPN ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان في مثلا شخص معين، شركة عملت سيرفر وعملت له سيكيورتي عالي جدا بحيث ان هي اللي بتتصل بالانترنت بالنيابة عنك. كل اللي انت بتعمله ان انت بتتصل على الشركة مثلا من خلال الكمبيوتر بتاعك وبتبدأ تتصفح الانترنت باسمهم هما مش باسمك انت. ففي مميزات كتير جدا في الفي بي ان. على سبيل المثال لو انت عايش مثلا في دولة ما والفي بي ان الشركة دي موجودة في دولة تانية خالص، فانت بتتصل بالفي بي ان، والفي بي ان دوت بيظهر بعد كده في اي مكان بتتصفحه ان مش انت، ان انت بتتصفح الانترنت من الدولة اللي موجود فيها الفي بي ان نفسه. فالفي بي ان ده كويس جدا للناس اللي يعني بيستخدم اكتر في الشركات اللي عندها بيانات حساسة وعايزة تحمي البيانات دي. لو انت يعني موظف في الشركة وبتتحرك بعد كده ان انت تستخدم الكمبيوتر باستمرار في الخارج. الفي بي ان يعني بشكل سريع كده عبارة عامل زي لو انت بتشوف في البنك بتلاقي في عربية بتيجي بتاخد الفلوس اخر النهار وبتمشي، بس هو الفي بي ان عبارة عن العربية اللي خدت الفلوس ده اخر النهار ومشيت، حاجة حماية وخدت كل حاجة معاها ومشيت. في عندك بعد كده بتلاقي كلمة API، Application Programming Interface. ده عبارة عن سوفت وير وسيط بيسمح ان الابليكيشنز يتواصلوا مع بعض على الانترنت. ازاي؟ هو عبارة عن برنامج واحد بيبقى كاتبه، والبرنامج ده انت لما بتتصل بالانترنت بتقول له مثلا انا عايز جدول عملاء على سبيل المثال، يعني بيبدأ هو يبعت لك جدول عملاء من خلال الريسبونس بتاعه، بيبقى عبارة عن اوبجكت اللي هو بيسموه ريست. ده ريست ده واحد منهم. ريست عبارة عن architectural style بيستخدم عشان ينقل البيانات ما بين الـ API. فالـ API عبارة عن سوفت وير حد بيبقى كاتبه، السوفت وير ده في مجموعة بيانات هو بيخرجها للناس. يعني على سبيل المثال تقدر تقول لما انت مثلا بتتصل بالبنك بتلاقي البنك في عندك لستة ظهرت كده بسعر العملات كل يوم، البنك بيجيب ابديت لسعر العملات دي منين؟ لان في حد في البنك المركزي بيعتبر هو الاي بي اي بتاعهم، فالاي بي اي بتاعهم هو اللي بيخرج البيانات اليومية من البنك المركزي مثلا بسعر العملات كل يوم على هيئة ريست. ريست دي عبارة عن، هو ريست ده مصطلح انت بتعمل ريبريزنت للداتا اللي جاية يا اما في شكل اكس ام ال او في شكل مثلا جيسون فايل، جيسون اوبجكت، وبعد كده على حسب انت كعميل بتستخدم الداتا دي ازاي، انت اللي بتحدد. فالاي بي اي والريست هما الاتنين متصلين ببعض. ده كان شرح سريع مش متعمق لأغلب المصطلحات اللي احنا بنستخدمها بشكل يومي على السيرفر سايد، عشان ان شاء الله قريب هنبدأ نشتغل في السيرفر سايد زي التوم كات، وهنبدأ نشتغل بالويب ديفلوبمنت باستخدام جافا. هنستخدم في الأول شرح سريع ان شاء الله، بعد كده نخش على السبرينج بالجافا. أتمنى يكون الشرح كان مبسط وأكون موفق في الشرح، ولو في أي سؤال أنا تحت أمرك، وربنا يوفق الجميع إن شاء الله. أشوفكم على خير، كان معكم أحمد سامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.